بسم الله الرحمن الرحيم. تقوم الملاكات الهندسية والفنية التابعة لإدارة تنفيذ أعمال كالنهر، إدارة موقع الناصرية، عدة تشكيلات وزارة الموارد المائية بمجموعة من الأعمال ضمن خطة أعمال الدارة لعام 2019. ومن هذه الأعمال أولا كري مقدم نهر الحفار باتجاه سوق الشيوخ بواسطة الكراءات التخصصية والآلية الساندة وبكمية تخمينية مقدارها 250 ألف متر مكعب المنجز لغاية 15/3 بحدود 20 ألف متر مكعب بواسطة الكراءات التخصصية، الكراءة الفرنسية الأقصى ذات إنتاجية 600 متر مكعب بالساعة، والكراءة نومروك سوق الشيوخ ذات إنتاجية 1500 متر مكعب في الساعة. كذلك كري نهر الفرات في قضاء التشبايش بواسطة الكراءة التخصصية لارسة ذات إنتاجية 400 متر مكعب في الساعة، وبلغت نسبة الإنجاز لغاية 15/3 بحدود 22 ألف متر مكعب. كذلك تطهير نهر الغراف في قضاء النصر بواسطة بطول 5 كيلو متر بواسطة الحفارات المسرفة ومن الجانبين. كذلك تطهير المسلك الرابط بين هور فاطمة وهور الحمارة في قضاء التشبايش، وذلك بالتنسيق مع مركز إنعاش الأهوار في محافظة ذي قار، حيث تمت المباشرة بالعمل بتاريخ 30/1 وبطول 8000 كيلو متر، وتم إنجاز العمل بتاريخ 11/3 بواسطة الحفارات البرمائية. الغاية من هذه الأعمال هي رفع الترسبات الطينية من الأنهار الرئيسية لغرض إيصال الحصص المائية إلى الأنهار الفرعية المتفرعة من الأنهار الرئيسية. المهندس مشتاق عبد الحسين عباس، دائرة تنفيذ أعمال الكنار، إدارة موقع